أرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ مصطفى بونيف المحلل السياسي من الجزائر. سيد بونيف مساء الخير. لو بدأنا بالوضع الاقتصادي كما ورد على الأقل في موضوع السيولة في المصارف وغيرها، هل الوضع بهذا السوء وأن حياة الجزائريين الآن تأثرت كثيرا بسبب تراجع عائدات النفط وهذا الوضع المالي أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم ولكل متابعي الحوار. نعم، نحن الآن نعيش مجموعة من الأزمات، ليست فقط أزمة السيولة، كلها ترتبط بالحالة الاقتصادية للبلاد نتيجة جائحة كورونا التي أثرت بشكل أو بآخر على حياة الجزائريين الطبيعية، لأنه ما زالت إجراءات الغلق مستمرة الكثير من الأنشطة التجارية التي من شأنها أن تنعش الحركة الاقتصادية داخل البلاد، أنشطة كثيرة متوقفة، مما دعا الكثير من المواطنين إلى الخروج في بعض المناطق هنا وهناك للاحتجاج على هذه إجراءات الغلق واستمرار إجراءات الغلق لأنها تكاد تتناقض مع واقع الحال. فهناك مدن يشملها الغلق، مدن أخرى لا يشملها الغلق. وسائل النقل نلاحظ أنه هناك اكتظاظ داخل وسائل النقل، بينما تغلق المطاعم والمقاهي والساحات العامة التي عادة تستقطب الناس، هي أيضا تمثل نشاط تجاري يحرك عجلة الاقتصاد داخل البلاد. فهذا التسيير في الحقيقة من طرف الحكومة زاد من الوضع سوءا، بالإضافة إلى تدني عائدات النفط الذي يعتبر عصب الاقتصاد في الحياة الجزائرية. هذا الأداء الحكومي ربما الغير مرضي عنه على الأقل وفق بعض التقارير، يبدو أنه سيدفع بتعديل وزاري قريب، والتعديل يبدو أنه ينتظر فقط عودة الرئيس تبون من ألمانيا حتى يعرض هذا التعديل أمامه. ما مدى يعني دقة هذا الخبر ومدى عمق أيضا هذا التعديل؟ هل يشمل حقائب قليلة أو ربما العديد من الحقائب؟ لدي شجاعة كافية لأن أقول لك بأن هذه أسوأ حكومة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، يعني ضعف شديد جدا في الأداء. نحن توقعنا أن الحكومة التي تأتي بعد حراك الجزائريين وثورة الجزائريين ضد الفساد وثورة الجزائريين ضد سوء التسيير، نحن عندما ثرنا على نظام بوتفليقة ثرنا لأسباب أهون بكثير مما يحدث الآن. الحكومة هذه عاجزة تماما، لم تنجح في معالجة ملف كورونا، لم تنجح إلى غاية اليوم في حل معظم مشكلات الجزائريين، بل تفاقمت وتزايدت أكثر. ونحن طالبنا كطلب يعني من السيد الرئيس بأن ينهي أمر هذه الحكومة ما دامت قد عجزت، يعني يتجاوزت السنة، يعني حتى يعني إصدار قوانين من شأنها أن تسهل الحياة لم يفعلوا ذلك. وزارة الصناعة التي ينتقدها انتقدت حتى في قبة البرلمان بغرفتيه أبانت عن فشل شديد. على الأقل في الحكومات السابقة كانت وزارة الصناعة تقوم بتصنيع أو محاولة أو تصنيع السيارات وتجميع السيارات، وبعض الأنشطة الصناعية كانت موجودة. الآن لم تعد موجودة، جاء هذا الوزير منع تماما، لا الجزائر لم تصنع شيئا في عصره. في وزارة الصناعة الصحة كارثة، كل الوزارات تقريبا لا توجد وزارة يعني تستطيع أن تطمئن إليها، حتى تصريحات الوزراء أصبحت تبدو غير مسؤولة مقارنة بما سبق. فنحن في وضع سيء، بل ليس من باب التحليل فقط، بل نناشد الرئيس في حال عودته أن يعيد النظر في شأن هذه هو الحقيقة. يعني للأسف يبدو حتى جائحة كورونا زادت من صعوبة الأوضاع، كل الأوضاع يبدو في الجزائر الآن مريضة أو شبه مريضة، وضع اقتصادي مريض، وضع سياسي من خلال هذا العجز، الأداء الحكومي كما أشرت إليه مريض حتما، الرئيس مريض في ألمانيا، هناك أيضا رئيس حزب الفجر الجديد في حوار أجري معه يتحدث عن أشياء أكثر خطورة الحقيقة، الطاهر بن بعيبش يقول بأن هناك صراع أجنحة داخل النظام ويتحدث عن إمكانات الفوضى. شوف، بخصوص ما قاله الأستاذ طاهر بن بعيبش
هو ليس سرا ولم يكشف امرا جديدا. نحن مقولون تماما بان الحرب ضد العصابه ما زالت مستمره، يعني امر ليس من السهل انك ان تقضي على الفساد الذي عشش في البلاد طيله عقود نستطيع ان نتخلص منه في بضعه شهور، فبالتاكيد ان هناك محاولات للرجوع من الباب ومن النافذه، هم يحاولون العوده الذين اسسوا للفساد باموالهم بشخصياتهم بعلاقاتهم بنفوذهم بقوانينهم بكل شيء، هم بالتاكيد يريدون العوده من جديد وتصدر المشهد والعوده وعوده ما يسمى بالدوله العميقه التي تريد ان تسير الامور من الداخل. هذا امر ليس سرا وهو لم يذع سرا، وحتى رئيس الجمهوريه قد قال ذلك في العديد من المرات، رئيس تبون عندما تكلم لو نعود الى لقاءاته بالصحافه حتى انه اشتكى في مره من المرات، قال نحن نصدر اوامر ونصدر قرارات ويتم تكسيرها من طرف ما يسمى بحزب الاداره، وقد توعدهم بانه سوف يستأصل هذه الممارسات. فالرئيس شخصيا قد أعلن بأن هناك صراع وبأن هناك حزب إدارة يعقل الإصلاحات، ونحن نلاحظ ذلك. طيب هل سيد منيف، هل هذه الدولة العميقة أو حزب الإدارة كما يسميه الرئيس تبون تنامى ربما وعادت له الحياة بعد العفو الأخير الذي طال بعض القيادات الأمنية وعودة أيضا خالد نزار من إسبانيا؟ هل نفهم ذلك يعني أن هذا له علاقة بذاك؟ نعم، شوف نحن عندما ننظر إلى المشهد الجزائري ونقوم بتحليله جيدا نلاحظ أنه هناك هي أولا العدالة هي لم يكن عفوا، بل هي أحكام قضائية جاءت بعد محاكمات وتحقيقات إلى غير ذلك، وقد يكون بالنسبة للعناصر الأمنية إلى غير ذلك ربما لديها مفردات وتحليل آخر، لكن أباطرة الفساد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الذين ثبت فعلا بأنهم قد حولوا أموال الجزائريين ونهبوا أموال الجزائريين في مشاريع وهمية إلى غير ذلك، هم الآن ما زالوا في السجون، ما زالوا يحاكمون، والشعب يراقب ويتابع محاكمة هؤلاء أكثر من الآخرين، لأن رجال الأعمال والوزراء السابقين الذين نهبوا ملايير ملايير يعني لا تعد ولا تحصى، هؤلاء هم سبب تدني ظروف حياة معيشة الجزائريين ووصولها إلى الحال الذي نحن عليه الآن. هي لم نسمع عن إصدار عفو، لا يوجد عفو، ولكن هناك محاكمات والكثير منهم قد أخذ عقابه وأنهى فترة عقوبته، وهناك من برئت ساحته في قضايا كانت لها علاقة بالأيام الأخيرة للرئيس بوتفليقة، اجتماع المشبوه الذي تكلمت عنه قيادة الأركان أثناء فترة الحراك، هذه مسألة أمنية أخرى يعني لا علاقة لها بإهدار أموال الجزائريين من طرف كما قلت لك الدولة العميقة من رجال أعمال وسياسيين ووزراء. طيب دعني أختم معك سيد بونيف سؤال لعله يختصر كل ما كنا نتحدث عنه، هل وسؤال صريح وواضح، هل الدولة العميقة على الأقل كما ترونها أنتم كجزائريين، هل الدولة العميقة هذه أقوى من السلطة الحالية وربما الرئيس تبون يجد نفسه عاجزا أمامها، وما مستقبل الجزائر في ظل هذا الواقع إن صح؟ عندما نتكلم عن دولة عميقة فنحن نتكلم عن أشخاص ونتكلم عن أموال ونتكلم عن علاقات ولوبيات، هؤلاء بعضهم لديه ربما ارتباطات بمصالح أو بدول خارجية وقوى خارجية تقوم على إعانتهم، يعني هذه عصابة تجذرت في لعقود طويلة، هي ليست وليدة الأمس أو أول أمس، هي عقود طويلة استطاعوا أن يبنوا بها شبكة علاقات داخلية وخارجية يصعب محاربتهم والقضاء عليهم في فترة شهور، الأمر يتطلب سنوات طويلة، لأن إذا كلما تقطع الذيل ينبت ذيل جديد، لابد من قطع الرؤوس، ويجب أن تكون السلطة أكثر حزما في محاربة رؤوس هذه العصابة. أحيانا يخيل لي أننا لا نعرفهم، يعني الدولة العميقة دائما نسمع أسماء رجال أعمال وشخصيات سياسية التي تقوم بإدارة هذه الدواليب النظام من الداخل، لا أحد يعرفها،
يعني مجرد أسماء هكذا متداولة، يجب على السلطة أن تضع يدها في يد الشعب من أجل الوقوف ضد هذه، وهي مرتبطة بفرنسا. دعني أكون معك صريحا، فرنسا ما زالت تلعب داخل الجزائر منذ أن خرجت سنة 62، تركت وراءها بذور وتركت وراءها يعني أشباح تقوم بزعزعة الاقتصاد الجزائري والاستقرار الجزائري. نحن نعاني منذ استقلالنا إلى يومنا هذا بسبب هذه البقايا. الأستاذ مصطفى بنيف المحلل السياسي كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر.